ماذا لو استمرينا على نفس الطريقة السابقة، دولة نفطية غنية تسير لسنوات بنفس الطريقة؟ طبعا لو نسترجع التاريخ، النفط ما في شك خدم المملكة العربية السعودية بشكل كبير جدا، لكن المملكة العربية السعودية كانت دولة قائمة قبل النفط. حجم الدخل والنمو اللي حققه النفط أكبر بكثير من احتياجاتنا في ذلك الوقت في الثلاثينيات والأربعينات. مع مرور الزمن حجم إنتاجنا تقريبا ازداد بشكل طفيف جدا، لكن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية، من مليون مليونين 3 مليون نسمة إلى تقريبا 20 مليون سعودي. فإذا استمرينا بنفس الحال، ما في شك مع نمو عدد السكان بيأثر هذا الشيء بعد 20 سنة أو 10 سنوات على مستوى وجودة الحياة اللي تعودنا عليها لمدة 50 عام. فهذا يعني خطر رقم واحد، ناهيك عن خطورة أنه يكون اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد بشكل رئيسي على النفط وما يجابه النفط في ال4 سنوات، في 40 سنة وال50 سنة القادمة من تحديات وقلة استخدامه، وقد تكون أسعارها أقل على المنظور البعيد. الحاجة رقم اثنين، هناك فرص كثير جدا في المملكة العربية السعودية في قطاعات مختلفة غير القطاع النفطي، في التعدين، في السياحة، في الخدمات، في اللوجستيات، في الاستثمار إلى آخره، فرص ضخمة جدا. حتى لو كان ما عندنا مشكلة في الجانب النفطي، لا يزال يكون هناك في حماس ورغبة ودافع قوي جدا لتحقيق هذه الممكنات اللي نطمح أنه نستفيد منها كسعوديين ولوطننا الغالي. فأعتقد أن هذه دافعين رئيسية لعمل رؤية 2030 لكي نزيل التحديات التي تواجهنا، ولكي نستغل الفرص الغير مستغلة اللي قد تكون بحجم 90% من وضع اليوم، ونستمر في النمو والازدهار وننافس على كل الجبهات في أنحاء العالم.